السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكل متابعين قناة أقوى العروض من كل مكان. اليوم عرض جديد من أسواق الدانوب، في عروض حلوة جدا على الترمس اللي هو خاص بالشاي والقهوة، في أنواع حلوة جدا نازلة، عروض جميلة جدا. يعني عندنا النوع اللي قدامنا ده 1 لتر، 1 لتر نازل من 87 ريال ل62 ريال، 62 ريال السعر قدامنا اهوت. وقدامنا الذهبي والفضي، في نوع منه ذهبي ونوع منه فضي، وفي النوع برضو ده اللي هو نازل من 97 ريال ل98 ريال برضو. في انواع حلوه جدا اللي هي انواع زي الذهبي كده، انواع حلوه جدا جدا ونازله تمنها حلو برضو، يعني من 97 ل68 ريال. وهنا الانواع دي برضو نازل من 97 ل59 ريال، 1 لتر ترمس بي ان دي. الأسعار دي موجودة في الدانوب، وفي واحد نازل من 107 لـ75 ريال، 107 لـ75 ريال. في النوع التاني اللي قدامنا ده 1 لتر برضو نازل 85 ريال، اللي هو اللي قدامنا ده الأبيض، 85 ريال ل55 ريال. انواع حلوه جدا وشكلها جميل ورائع، ونسبه الخصم حلوه، يعني لما نشوف 97 لـ68، وفي من 97 لـ59، وفي من 107 لـ75. في انواع تاني برضو، الانواع اللي قدامنا دي نازل عليها عرض من 55 ريال ل49 ريال، 55 ريال، وفي من 87 ريال ل59 ريال، 87 ريال نازل ل59 ريال، وفي 55 ريال نازل ل49 ريال، في من 60 ريال نازل 55 ريال، في من 97 ريال نازل 69 ريال، اللي هي الألوان دي البني والأزرق. في انواع تاني برضو اللي هو النوع الفضي ده اللي قدامنا، نازل عليها عروض برضو 75 ريال نازل ل39 ريال، و78 ريال نازل ل49 ريال، و86 ريال نازل ل59 ريال. دي الانواع اللي قدامنا اللي هي الفضي، النوع الفضي ده والغطا بتاعه اسود. عروض خاصة على الترمس اللي هو الخاص بالشاي والقهوة، خاص بالشاي والقهوة، في أشكال جميلة وحلوة، طبعا أشكال حلوة جدا اللي هي باللون الذهبي، وفي الألوان ديت. طبعا العروض دي من الدانوب، من الدانوب. في حاجات وصلت حديثا برضو، مكتوب عليها وصلت حديثا. مستمرين في جولتنا برضو، هنا في انواع تانية برضو في الترمس، هنا نوع تاني ابيض هو نازل من 38 لـ29 ريال، وفي من 43 لـ29 ريال، في من 43 لـ35 ريال، 43 لـ35 ريال. في الواحد احمر شكله حلو جدا اهوت، 38 ريال نازل ل25 ريال، 38 ريال ل29 ريال، ومن 43 ريال نازل 35 ريال. في اللي هو الاحمر ده حلو جدا، شكله جميل جدا، نازل من 38 ريال ل25 ريال، 25 ريال، 38 ريال نازل 25 ريال، سعره حلو جدا.
عروض برضو على الصواني، صواني التقديم دي الذهبي حلوة جدا، نازلة من 137 نازلة ل 68 ريال، 68 ريال، وفي من 170 ريال نازل ل 85 ريال، وفي 75 ريال حسب الحجم بتاعها. حاجات مميزة في الدانوب حلوة جدا. في برضو الصواني دي، الصواني الذهبي، في الصواني الفضي برضو نازلة من 141 ريال ل 69 ريال. دي صواني فضي والصواني الذهبي، صواني تقديم حلوة. برضو هنا برضو ده شكل اللي هو زي اللي بنشوفه زمان، ناسي اسمه والله، شكله حلو جدا ذهبي كده. ده يعتبر مثلا شكله ذهبي وحلو، اللي هو اللي كان اسمه ايه والله انا ناسي اسمه، كوبايات، وال ده هو زي الابريق، اسمه ابريق، ايوه ابريق، ابريق ذهبي صغير، واحد كبير، وفي كم وكم فنجان، 1 2 3 4 5 6 و6 فنجان، والقعدة بتاعته تمنه من غير عرض، ده ما معلوش عروض، ده تمنه 159 ريال، اللي هو في النص ده تمنه 159 ريال، واللي هنا اللي على الجنب ده تمنه 108 ريال، الكبير ده بقى تمنه 159 ريال. شكله حلو جدا. في برضه واحد صغير خالص اهوت 808 ريال، هو بس ده ما عندوش قعدة، يبقى 159، يبقى هما 3 احجام من دول، 185 159 و108 ريال، موجود في الدانوب المنطقة الشرقية. أكيد برضو هيكون في موجود في الدانوب الرياض ودانوب الجدة نفس الأسعار كده. برضو في حاجات ذهبي حلوة بتحط طبعا في التقديم. في طبعا اللي قدامنا دي نازلة من 60 ريال ل 42 ريال، حاجات بتتحط كده على الطاولة تقديم، اللي هي زي كده، في من 42 ريال نازل 29 ريال، ودي من 74 ريال ل 52 ريال، و62 ريال بدلا من 87 ريال، اللي هي ديت، و87 ريال نازلة 62 ريال. أسعار الدانوب غالية جدا، ولكن حاجات قيمة وفخمة، حاجات جميلة شكلها حلو. احنا شايفين اهوت، هي نفس الاسعار اللي احنا شفناها هناك ديت، الحاجات دي 42 ريال بدلا من 60 ريال، و29 ريال بدلا من 42 ريال حسب الاحجام بتاعتها. شكلها حلو جدا في الدانوب. في الدانوب الأسعار ديت في الدانوب، والعروض ديت في الدانوب. دي الواحدة على 26 ريال، على هيئة شكل بطة أو وزة. دي حاجات برضو بتتحط على المكتب. أشكال حلوة يعني. مستمرين معكم في الدانوب، وأهم العروض قسم الأواني المنزلية، أواني الطهي. طبعا وصلنا لحد التيفال، احنا طبعا صورنا التيفال، عملنا له فيديو امبارح، لسه العروض موجودة، لسه عروض التيفال موجودة، عروض التيفال موجودة اللي احنا صورناها امبارح، هي لسه زي ما احنا صورناها. ممكن ترجعوا للفيديو بتاع اواني الطهي اللي هي التيفال دي، هتلاقوا العروض موجودة بالتفصيل.
حاجة برضو حلوة هنا، هي نازلة من 38 ريال ل 19 ريال. الحاجات كلها كده زي انتيكات يعني، حط كده اشكال يعني. كده تنتهي جولتنا النهاردة في الدانوب، وكانت على أهم العروض الموجودة في الأواني المنزلية اللي احنا شفناها. ونلتقي بكم إن شاء الله في أسواق أخرى وعروض أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.